هذا سائل يقول: هل الدعاء للميت المسلم عند قبره يكون أقرب له وأنفع؟ لا، ما هو أقرب، كل واحد تدعو له عند قبره أو في بيتك أو في أي مكان. نعم، ولا بغت ما تدعو له ما تذهب إلى قبره، إنما تذهب إلى قبره للزيارة فقط، ما هو لأجل الدعاء. نعم.